السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا الجميل المحترم، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال، وتكونوا وفقتوا في امتحانات الميد ترم السابقة، وربنا معاكم وييسر لكم أموركم في اللي جاي بإذن الله. إن شاء الله السيشن دي لمقرر الـ Data Structure and Algorithm لسيكشن 1 وسيكشن 5 للناس اللي ما حضرتش يوم الثلاث السابق. كانت سيشن تعويضيه ليوم الاحد اللي انتوا خدتوا اجازه. ان شاء الله هقدر في السيشن دي ان انا ابسط لكم الدنيا واوصل لكم المعلومه بشكل مبسط تقدروا انكم تفهموا. اي اسئله بعد السيشن تقدروا انكم تبعتوا لي على الواتساب او تبعتوا لي على الميل وهرد عليكم باذن الله. طيب السيشن دي احنا هنشرح الجزء اللي خدناه يوم الثلاث اللي فات اللي هو السورتنج، خدنا نوعين من السورتنج، خدنا البابل سورت والانسيرشن سورت. طبعا احنا عندنا ثلاث انواع من السورتنج هناخدهم الترم ده، البابل سورت والانسيرشن سورت والسلكشن سورت. قبل الميد ترم احنا شرحنا البابل سورت والانسيرشن سورت، فالفيديو ده هشرح لكم البابل سورت وفيديو تاني هشرح فيه الانسيرشن سورت باذن الله. طيب حابب في الاول اتكلم عن تو كونسبتس اتكلمنا عليهم في تاني اسبوع وتالت اسبوع. اتكلمنا يعني ايه داتا ستراكشر اند الجوريزم. احنا طبعا قلنا ان الكورس بتاعنا اسمه داتا ستراكشر اند الجوريزم، وحبيت اوضح النقطه دي عشان اربط لك اللي احنا خدناه في الأسابيع اللي فاتت واللي احنا هناخده دلوقتي، بحيث انك انت تبقى عارف انت واقف فين وبتدرس ايه بالظبط. يعني الكورس بتاعنا احنا قلنا انه اسمه Data Structure and Algorithm، وقلنا ان الستراكشر هو ميكانيزم انت بتستخدمه عشان تورجنايز الداتا في الميموري عندك، او تورجنايز الداتا عندك في الميموري بشكل منظم بشكل ما هناخده قدام، بحيث ان انت لما تيجي تستخدم او تعمل اوبريشن على الداتا دي يبقى البروجرام بتاعك البرفورمانس بتاعته عاليه جدا. خلاص، وطبعا قلنا ان احنا ازاي ان احنا بنقيس البرفورمانس او الافشنسي بتاعه البروجرام بتاعه. يبقى مفهوم الاستراكشرز هي طرق انت بتدرسها عشان تتعلم ازاي تورجنايز الداتا عندك في الميموري، بحيث ان انت لما تيجي تعمل او تستخدم الداتا دي في البروجرام بتاعك او في السولفنج بتاعك يبقى بشكل افيشنت، يساعدك على انك انت توصل لاحسن بيرفورمانس للبرنامج بتاعك. طيب يعني ايه الجوريزم؟ الجوريزم هي مجموعه من الستبس او مجموعه من البروسيدجرز بستخدم فيها الاستراكشرز دي عشان اسولف بروبلم معينه. طيب احنا بندرس الداتا ستراكشر اند الجوريزم ليه؟ عشان نتعلم مجموعة أو ميكانيزمز الستراكشرز دي، بحيث إن إحنا نطبقها في الألجوريزمز دي بشكل بأشكال مختلفة عشان نحسن من البرفورمانس بتاعة السولفنج بتاعنا أو بتاعة البروجرامز بتاعتنا. خلاص؟ طيب السورتنج ده عبارة عن إيه؟ السورتنج ده عبارة، طبعا إحنا قلنا هندرس مجموعة من الألجوريزمز وهندرس مجموعة من الستراكشرز. السورتنج ده من اهم الميكانيزمز اللي هندرسها في الالجوريزمز. خلاص، هو الالجوريزم او التايبس اللي احنا هناخدها هي مجموعه الالجوريزمز مطبقه بشكل معين. طبعا الالجوريزمز دي مستخدمه الاستراكشرز اللي انا لسه اتكلمت عن مفهومها من شويه، بحيث ان انا بحاول استخدم الالجوريزمز دي في بروبلمز مختلفة فتسهل عليا الدنيا فأوصل لبرفورمانس عالي للبرنامج بتاعي. طبعا هنعرف تفاصيل الكلام ده كمان شوية. طيب أي جزء في السورتنج أو السيرشنج هناخده خلال الترم ده هبقى محتاجك تعرف عنه أربع حاجات. خلاص، هبقى محتاجك تعرف الستيبس بتاعة الألجوريزم ماشي إزاي، أو الستيبس بتاع نوع السورتنج أو السيرشنج ده ماشي إزاي. هبقى محتاجك تعرف ازاي انك انت تحول الستيبس التراديشنال اللي انت كتبتها دي لشكل الجوريزم سواء بسيدو كود او بشكل تاني.
بعد كده تتعلم ازاي انك انت تمبلمنت الجوريزم انت كاتبه بالبي سي دي كود او كاتبه باي طريقه تانية. بعد كده تبدا انك انت تشوف بقى البرفورمانس بتاع البرنامج بتاعك او الاكسكيوشن ستيبس بتاعت البرنامج بتاعك اثناء الرننج تايم، وبتحسب حاجه اسمها البيج او نوتيشن اللي احنا خدناها المحاضرتين اللي فاتوا او المحاضره اللي فاتت. خلاص يبقى احنا في الفيديو ده هنشرح الايه، هنشرح السورتنج. خلاص طيب يعني ايه سورتنج؟ طبعا كلنا عارفين يعني ايه سورتنج. السورتنج بتشير الى ان انا بعمل اوبريشن ان انا برتب مجموعه من الايتمز عندي. يبقى سورتنج ريفيرز تو اوبريشن اوف ارينجينج a set of data in a given order. يعني انت عندك مجموعه من الايتمز او مجموعه من الداتا انت بترتبها بشكل معين بترتيب معين. الترتيب ده ممكن يبقى من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. طيب يعني مثلا انت عندك array زي اللي قدامك ده او structure بتستور فيه مجموعه من الايتمز. الايتمز دي عباره عن ارقام 30 10 60 20 50 40. ده كده unsorted list او unsorted items او unsorted number. تبدا انك انت تستخدم ميكانيزم معين في السورتنج او ميكانيزم سورتنج بشكل عام عشان انك انت ترتب الارقام دي. يبقى الترتيب بتاعي يبقى 10 20 30 40 50 60. بس ناخد بالنا ان احنا في الداتا ستراكشر في اي حاجه بنعملها implementation او بنتعلمها نحاول نوصل لافضل شكل للتطبيق او افضل شكل للامبلمنتيشن كبرفورمانس. خلاص بحيث ان البرنامج بتاعي الرننج تايم بتاعه يبقى بيرفكت. خلاص احنا قلنا طبعا ان احنا الافشنسي بتاعت البرنامج بتاعنا ان احنا بنحددها على اكتر من حاجه، او ان انا بقدر اقيس الافشنسي بتاع البرنامج بتاعي باكتر من طريقه. قلنا ان احنا بنحددها على اساس الرننج تايم او على حسب السبيس، وقلنا ان انا عندي كذا طريقه او عندي طريقتين ان انا احسب بيهم الرننج تايم اللي هي الاكسبيرمنتال ميثود والطريقه الثانيه اسمها اناليتيكال ميثود او الاسيمبوتيك اناليسيس، وعرفنا هي بتشتغل ازاي. خلاص يبقى السيشن دي عشان ما الخبطكوش واخش في مواضيع ثانيه احنا خدناها قبل كده، احنا هندرس السورتنج او هشرح لكم السورتنج. خلاص عندي مجموعه من الايتمز او الارقام انا برتبهم في ترتيب معين او اوردر معين سواء من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. فقلنا الانواع السورتنج اللي هندرسها البابل سورت، الانسيرشن سورت، السليكشن سورت، ولكن قبل الميد تيرم انا هركز اكتر على البابل سورت والانسيرشن سورت. طيب البابل سورت شغال ازاي؟ خلاص البابل سورت هو بيحاول، انا طبعا عندي مجموعه من الايتمز، هو في كل فيز او كل سايكل بيحاول ان هو يوصل اكبر رقم للاند. خلاص يعني ببدا ان انا امشي اتريشن بشكل معين على الايتمز واعمل كومبارجن بشكل معين هنشوفه دلوقتي، بحيث ان انا اوصل اكبر رقم للـ end of array، وفي نفس الوقت أبقى عدد المقارنات اللي بعد كده يكون عدد الـ array أو عدد الـ items اللي في الـ array ناقص واحد، بحيث إن أنا آخر item ده ما بصلوش خالص. طيب إحنا عاوزين نوصل لإيه؟ عاوزين نوصل إن إحنا مثلا عندنا array في items اللي قدامنا دي 77 42 35 12 101 5. عاوز اعمل اوردر للارقام دي بحيث ان هي تبقى 5 12 35 42 ايه 77 101. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنشوف دلوقتي. خلاص البابل سورت قلنا ان هو بياخد اللارجست فاليو او اكبر قيمه يوصلها للاند باستخدام ان هو بيعمل مقارنات معينه ما بين الايتمز وما بين الارقام، وعلى اساسها بيحدد هو هيعمل سواب مثلا في عمليه معينه مش هيعمل سواب في عمليه معينه على حسب المقارنه دي نتيجتها ترو ولا فولس. طب خلينا نشوف مثال كده سريعا. لو انا عندي مجموعه من الايتمز، ده مثال، خلاص الايتمز دي فيها الاليمنتس اللي قدامنا او الارقام اللي قدامنا دي
77 42 35 12 101 5. طبعا احنا قلنا ان الاري عندي بيبقى كل مكان في الاري بيبقى ليه اندكس، الاندكس 1 2 3 4 5 6 او 0 1 2 3 4 5. خلاص كل مكان في الاري، المكان ده رقم 0، ده 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، او ده 1، ده 2، ده 3، ده 4، ده 5، ده 6. اهم حاجه ان في نمبرنج للاماكن بتاعه الاري دي اسمها اندكس. خلاص طيب هعمل ايه في البابل سورت؟ هبدا اخد اول ايتم، اول ايتم اللي هو 77، وهاخد تاني ايتم بعدين، يبقى هاخد الاندكس رقم 1 والاندكس رقم ايه 2، اللي هو مثلا لو المكان الاولاني ده اي يبقى المكان التاني هو اي زائد 1. ببدا اخد ال 77 وال 42. خلاص طيب ثواني عشان البرزنتيشن بتاعي. طيب ده فيجواليزيشن كده للاكزامبل. لا هبدا اخد ايه ال 42 وال 77، او ال 77 وال 42 زي ما احنا شايفين قدام. خلاص وابدا اقارن اول تو اليمنت، هل ال 77 اكبر من ال 42؟ لا ال 42 اصغر. هل ال 77 سوري اصغر من ال 42؟ لا ال 42 اصغر. فببدا اعمل عمليه ايه؟ سوابنج. سوابنج يعني ايه؟ يعني بعكس الرقمين، بحط ال 77 مكان ال 42 وال 42 مكان ال 77. بعد كده ببدا اخد تاني اليمنت اللي هو ال 77 مع ال 35. هبدأ لو قارنت ال 77 وال 35 هلاقي ان ال 35 اقل من ال 77، فهعمل سوابنج. يعني هي كانت كده اهي، خلاص 77 35، ال 35 اصغر من ال 77، فهعمل ايه؟ عمليه سواب. بعد كده هاخد ثالث اليمنت رابع اليمنت اللي هو ال 77 وال 12. مين اصغر؟ ال 12 اصغر من ال 77، فابدا اعمل سواب ما بين ال 12 وال 77. بعد كده هاخد ال 77 وال 110، وطبعا ال 77 اصغر من 110، فهنا نو نيد تو سواب، هنا مش هبقى محتاج ان انا اعمل سواب. بعد كده هاخد ال 110 وال 5، هلاقي ان ال 5 اصغر من 110، فهعمل عمليه ايه؟ عمليه سواب. في الخطوات دي او في الفيز الاولانيه دي بسميها الفيز، فيز 1. وصلت ان انا خليت اكبر قيمه في الارقام اللي عندي في الاري، وصلته لنهايه الاري او الاندكس الاخير في الاري. خلاص كان في الاول مثلا في الاندكس رقم 4 انا وصلته مثلا للاندكس رقم 6 سيان يعني. خلاص يبقى انا في اول فيز او الستيب الاولانيه او في كل ستيب انت بتعملها في البابل سور، انت بتحاول توصل اكبر قيمه للاند اوف الري. خلاص دي اول ستيب احنا عملناه. خلاص يبقى كده انا وصلت ان ال 101 هي اكبر قيمه موجوده عندي. طيب لما اجي ابدا فيز 1 خلاص انا مش محتاج ابص للمكان الاخير اللي هو الاندكس بتاع 110، لان هو خلاص هو وصل للاند اوف الري، فده اكبر قيمه خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ طيب لو جينا بصينا هنلاقي ان ال 101 خلاص وصلت للاخر وهي اوريدي مرتبه، بس بقيه الاليمنت لسه ما زالت لم ترتب او ما خليتهاش سورتد، فلسه يبقى عندي سايكل ثانيه لازم هعملها. طيب لو انا عندي ان من الاليمنتس، خلاص الان من الاليمنتس دي موجوده عندي في الاري، خلاص في كل تايم في البابل سورت انت بتريبليس او كل فيز انت بتعملها انت بتودي اخر اليمنت في مكانه الصحيح، او بتودي اكبر قيمه عندك في الارقام دي بتوديها لاخر الاري في مكانها الصحيح. فخلاص كده دي اول خطوه عندك. يبقى انت لما بتيجي تعمل الخطوات اللي بعد كده انت ما بتستخدمش اخر ايتم، يعني مثلا زي ما احنا شايفين كده في السلايدز اللي قبلها، انت خلاص قعدنا نعمل نقارن ما بين كل اندكس والتاني، الاول مع التاني، بعد كده التاني مع التالت، التالت مع الرابع، الرابع مع الخامس، لغايه لما وصلت ان انا وصلت ال 101 ال 101 في مكانه الصحيح. اي بروسيسنج هتحصل بعد كده انا مش هبقى محتاج ان انا ابص لاخر اليمنت، فكده عدد البروسيس او عدد الاوبريشن اللي هعملها على الاري بعد كده هي ايه؟ هي ان ناقص 1. خلاص؟ طيب خلينا نشوف
الفيزس هتحصل ازاي بالظبط بشكل من بره بدون تفاصيل. خلاص احنا قلنا التفاصيل، بس هقول اكزامبل في الاخر برضو يوضح ايه، يوضح الدنيا يعني. طيب فأول فيز أو أول مرحلة من المقارنات هو وصل المية الواحد للآخر. في تاني مرحلة، مين أكبر قيمة في الإلمنتس اللي قدامكم دي؟ هتلاقي عندك 42، 35، 12، 77، 5. هتلاقي إن أعلى قيمة هي كام؟ هي ال 77، فلازم ال 77 هوصلها هنا. فتاني فيز من المقارنات هبدأ إن أنا أوصل ال 77 للاندكس اللي قبل 101، لان خلاص هو ال 101 اكبر قيمه. طب المره اللي بعديها عندي 35، 12، 42، 5، يبقى انا هوصل ال 42 لاخر الاري او اخر الاندكس اللي انا ببدا ان انا اقارن ايه؟ اقارن بيه. خلاص؟ طيب. طيب المره اللي بعديها قلنا ايه؟ هنوصل ال 42 للاندكس اللي قبل ال 77، بعد كده برضه هاخد الرقم الكبير اللي بعده وهكذا، ال 35 وبعد كده ال 12 وبعد كده ايه؟ الخمسه. عدد الخطوات اللي تمت عشان اوصل ان انا ارتبهم كلهم هي كانت n ناقص 1، يعني لو عدد الايتمز عندي 8 فهعمل 7 خطوات، لو عندي 7 يبقى هعمل 6، لو عندي 6 يبقى انا هعمل 5. يعني هنا انا عندي 6 ايتمز، او عملت فيز الثانيه الثالثه الرابعه، عملت 5 فيزز عشان اعمل اوصل للسورتنج بتاع الاليمنتس اللي عندي. خلاص؟ طيب خلينا نشوف اكزامبل كامل بقى بالتفاصيل، لان يعني السلايد اللي فاتت دي احنا شفناها من بره. خلاص؟ انا اعتبر ان احنا بنشرح الستيبس من اول وجديد. خلاص؟ طيب بس هنبص لها بفكر الجوريزم تطبيقي برضو، بس بشكل فيجواليزيشن في الاول قبل ما نطبقه على برنامج الفيجوال ستوديو. خلاص؟ هنفترض ان دي عندي الايتمز اللي عندي. خلاص؟ دي اول فيز في الشرح عندي. خلاص؟ 98، 23، 45، 14، 6، 67، 33، وبعد كده ايه؟ 42. خلاص قلنا اول حاجه ايه؟ هاخد اول ايتم وتاني ايتم اللي هو ايه؟ ال 98 وال 23. مين اصغر؟ ال 23 اصغر من 98. هعمل ايه؟ هعمل عمليه ايه؟ عمليه سواب. طيب المرحله اللي بعد كده هبدا اخد تاني اليمنت مع تالت اليمنت وابدا اقارن ال 23 مع ال 45. مين اصغر؟ طيب خلينا نرجع، لان انا ما مشيتش مع الشكل اللي في الصوره قدامنا. طيب انا عندي 98 و23، دول اول 2 ايمنتس. خلاص ابدا اقارن 23 اصغر ولا اصغر من 98؟ اصغر، يبقى انا هعمل سكواد. ده كده عمليه السكواد. بعد كده هاخد ال 98 اللي هو تاني ايليمنت مع تالت ايليمنت. 98 ولا 45 اصغر؟ لا 45 اصغر، فابدا اعمل عمليه السكواد. بعد كده هاخد ال 98 وال 14، مين اصغر؟ ال 14، فابدا اعمل سكواد. بعد كده هبدا ان انا اخد ال 98 وال 6، مين اصغر؟ ال 6 اصغر من ال 98. بعد كده 98 وال 67، مين اصغر؟ ال 67. وبعد كده هاخد ال 33 مع ال 98، مين اصغر؟ ال 33. طب بعد كده ال 98 وال 42، مين اصغر؟ ال 42. خلاص كده انا وصلت ان انا حطيت ال 98 في مكانها الصحيح اللي هي اعلى قيمه عندي ايه؟ في الاري. الايتريشن اللي بعده بقى هبدا ابدا من اول تاني، لان الجزء اللي على الشمال هو ان سورت. خلاص؟ طيب خلاص انا كده وصلت لاخر الاري عندي. بعد كده هاخد ال 23 وال 45، مين اصغر؟ 23، نو سواب، هنا بقى مش هعمل سواب. طيب بعد كده هاخد ال 45 وال 14، مين اصغر؟ ال 14. بعد كده هاخد ال 45 وال 6، مين اصغر؟ ال 6. بعد كده هاخد ال 45 وال 67، مين اصغر؟ ال 45. بعد كده هاخد ال 67 وال 33، مين اصغر؟ ال 33. بعد كده هاخد ال 67 وال 42، ال 42 اصغر. بعد كده هاخد ال 67 وال 98، خلاص هو ال 98 في مكانها
صحيح، فأنا خلاص أنا وصلت للإند أوف الري أو الإند أوف السكيل بتاعي في المقارنة. طيب كده أنا وصلت إن 98 هي أكبر إيلمنت، بعد كده بعديها 67، أبدأ من أول تاني 23 ل 14، ال 14 أصغر. طيب ال 23 و6 يبقى 6 أصغر، أعمل سواب. ال 23 و45 من أصغر 23، يبقى إن هو هنا سواب. بعد كده 45 و33 مين أصغر؟ ال 33. طب 45 و42 مين أصغر؟ ال 42، فعمل سكواب. بعد كده ال 45 وال67، خلاص هي 67 في مكانها الصحيح، هنا مستحيل هعمل سكواب، فخلاص كده أنا وصلت إن 45 تالت أعلى قيمة عندي في الأرقام اللي قدام. بعد كده هبدأ من الأول، ال 14 و6 مين أصغر؟ الستة. 14 23 ل 14 يبقى مش هعمل سواب. بعد كده ال 23 وال 33 يبقى ال 23 اصغر، بعد كده يبقى مش هعمل سواب. 33 ل 42 يبقى 33 اصغر، بعد كده 42 و45 يبقى مش هعمل سواب لان 45 في مكانها الصحيح، وكده بقت ال 42 في مكانها الصحيح. هبدا اقارن ال 6 وال 14 من اصغر ال 6 انه سواب، ال 14 وال 23 من اصغر ال 14 يبقى برضه انه سواب. 23 ولا 33 23 برضه مش هعمل انه سواب. خلاص انا كده وصلت لغايه ال 42 بدون ما اعمل سواب، فكده انا وصلت ان الري عندي بقى صوت. طب خلينا نشوف ايه اللي بيحصل ككود، يعني فيجواليزيشن للي بيحصل عندي ككود. خلاص انا بفترض ان عندي variable او عندي flag. flag يعني قيمه تحتمل رقمين او تحتمل two results، ببدا ان انا اعمل ما بينهم تغيير اثناء الكودنج على حسب كيس معين. طيب هنفترض ان انا عندي variable، ال variable ده اسمه dead swap، بحيث ان انا ابقى عارف المرحله اللي انا فيها او الستيسيس اللي انا فيها انا عملت swap ولا لا، او الكيس بتاع السواب هل انا عملت swap ولا no swap. وعندي الاندكس، الاندكس اللي انا هستارت المقارنه بيها، وعندي الان او عدد الاليمنتس اللي عندي في الاري اللي هو مثلا عندي 8، وانا هعمل كام اوبريشن. طبعا لو احنا قلنا لو عندي الان عندي ب 8 يبقى انا هعمل كام بروسيس في العمليه او السايكل الاولى، هعمل 7 وبعد كده هعمل 6 وبعد كده هعمل 5 وبعد كده هعمل 4 وبعد كده هعمل 3 وبعد كده هعمل 2، بعد كده مش هعمل ولا بروسس. فهنفترض ان في المرحله الاولى انا قلت هاخد اول رقمين اللي هو ال 98 وال 23، كده الاندكس عندي بواحد، عدد الايتمز ب 8، والاوبريشنز اللي هعملها المفروض ان هي 7. طيب الفلاج ده او الفاريبل ده انا هستارته بفولس. يعني ايه فولس؟ يعني هبداه بقيمه مبدئيه اللي هي فولس، ممكن ابداه بقيمه مبدئيه ترو براحتي، اهم حاجه ده ستارت ستيت بس للفاريبل ده. طبعا ده هيبقى نوعه بولي. طيب خلاص هبدا اقارن 98 ب 23، ال 23 اصغر فهعمل ايه؟ سواب. فهبدا ان انا اغير الفلاج ده يبقى ايه؟ بترو، ان انا عملت سواب خلاص، يبقى هنا هعمل سواب، يبقى هنا ده يبقى بترو، ده التريسنج بتاع الكود اللي هينفذ. يعني بعد كده هبدا اخد ال 98 وال 45 من اصغر ال 45 فاعمل سواب، فخلاص هي بترو تمام، هتفضل زي ما هي. بعد كده 98 وال 14 مين اصغر ال 14؟ يبقى كده هعمل سواب، هتفضل برضو ترو. طبعا اثناء ما انا بنتقل من اندكس للتاني، الاندكس ده بيتغير، اول مره كان واحد، تاني مره بقى اتنين، تالت مره بقى تلاته، رابع مره بقى باربعه. 98 و6 مين أصغر؟ الستة، يبقى أنا هعمل سواب وبرضه هتبقى بترو. 98 و67 مين أصغر؟ 67، فبرضه هعمل سواب فهتبقى بترو. ولو تلاحظوا معايا إن الإندكس هنا بيتغير. بعد كده ال 98 و33 مين أصغر؟ ال 33، فبرضه هعمل سواب. في الآخر 98 و42 برضه 42 أصغر، فبرضه هعمل إيه؟ هعمل خلاص. انا كده خلصت الفيز الاولانيه من البروسيس، ان انا وصلت ال 98 لمكانها الصحيح.
المفروض ايه ابدا من الاول، لكن خلاص في مكان عندي اتحجز لرقم من الارقام، فهبدا ان انا اغير ايه، هبدا ان انا عندي عدد الاوبريشن اللي هتتم هتقل، في الاول كانت 7، بعد كده هبدا الفيز اللي بعدها عدد الاوبريشن هيقل اكتر، لان انا السكيل في الاول كان كل الايتمز، بعد كده في الفيز الثانيه السكيل بتاعي بقى لغايه ال 42 بس، فعدد الاوبريشن اللي هتتم هتبقى 6. خلاص ابدا برضو افترض ان الفلاج بتاعي فوز في الايتريشن اللي بعدها 23 45 23 اصغر، يبقى نو سواب، يبقى هتبقى فوز زي ما هي. بعد كده 45 لل 14، ال 14 اصغر، فهبدا ان انا اعمل سواب. بعد كده 45 و6، 6 اصغر، فاعمل سواب هغيرها ترو. وبعد كده 45 و67 مين اصغر، يبقى ال 45، يبقى هنا نو سواب، يبقى هتبقى بفورس، هترجع فورس تاني. لا، ال 45 و67، ال 45 اصغر، خلاص. بعد كده ال 67 وال 33، ال 33 اصغر، فايه هعمل سواب، فبقت بترو برضو. وبعد كده ال 67 وال 42، ال 42 اصغر، فهعمل سواب، فهتبقى برضو بترو. بعد كده ال 67 وال 98، خلاص هي ال 98 في مكانها الاساسي، فدي اوبريشن خلاص، هي انا كده وصلت للفينش بتاع الاري بتاعي. طيب في المره اللي بعدها المفروض هتبقى كام؟ لا حد يرد عليا، ايوه زي ما انت بتقول كده، المفروض ان التاسكس اللي هعملها هتبقى 5، وابدا من اندكس واحد تاني، 23 و14 يبقى ال 14 هي الاصغر، بعد كده 23 و6 يبقى ال 6 هي اصغر، بعد كده ال 23 و45 هنا مش هيحصل سوابنج، وفي كل مره انا بغير الفلاج، لو هعمل سواب يبقى هتبقى ترو، لو مش هعمل سواب هتبقى فوز، وفي نفس الوقت الاندكس بتاعي بيتغير اثناء التريسنج. خلاص يبقى 45 33، 33 اصغر، خلاص يبقى السواب فعلا ترو. بعد كده 45 و42، ال 42 اصغر، يبقى هعمل برضه سواب، يبقى بترو الفلاج بتاعي، والاندكس بتاعي هيزيد بواحد ستة. 45 و67 خلاص انا وصلت للفينش، لان ال 67 في مكانها الرئيسي. المره اللي بعديها هتبقى ايه؟ هيبقى الاوبريشن عددها 4، وهفضل امشي اقارن برضه لغايه لما اوصل ال 42 لمكانها الصحيح. بعد كده نفس القصه لغايه لو وصلت ال 42، فعدد الاوبريشن هتقل، هتبقى 3، افضل برضه اقارن 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 لغايه لما اوصل للاليمنت اللي هي اصلا اتحطت في مكانها المظبوط، يبقى انا وصلت لنهايه الاري بتاعي، وابدا من الاول لغايه لما اقارن، واقارن الايتمز اللي قبل الاليمنتس اللي معمول لها سورتد، الاقي ان انا ما بعملش سواب لغايه لما اوصل. يعني هنا مثلا ال 6 وال 14، ال 6 اصغر، ال 14 وال 23، ال 14 اصغر، 23 و 33، 23 اصغر، عملت كل المقارنات لغايه لما وصلت لل 33 اللي هي اصلا وصلت للمكان بتاعها المظبوط، فبالتالي خلاص كده انا وصلت ان الاري بتاعي او الارقام اللي في الاري بتاعي بقت ايه؟ بقت سورتد. خلينا نشوف الالجوريزم، وخلينا برضو نوضح الحته دي، لما اقول لك اعمل لي البابل سورت في الامتحان، فانت ممكن تكتب الالجوريزم بطريقه البي سي دو كود او باي طريقه تانية، وممكن تكتب الكود بالسي بلس بلس، لو هي طبعا الدكتوره طلبت انك انت تعمل لها امبلمنتيشن بالسي بلس بلس، وفي نفس الوقت تكتب الالجوريزم، فكتابه الالجوريزم هتبقى اسهل. خلاص بس لما تيجي تكتب الالجوريزم تلتزم بالرولز بتاعت كتابة الالجوريزم. يعني ايه؟ لما تيجي تعمل اف ستيتمنت ما تحطش اقواس الكونديشن، خلاص. لما تيجي تعمل فور لوب او كده ما تحطش القصص بتاعت الفور لوب، انت بتكتب الالجوريزم وبتكتب لوجيك او طريقة تفكير، فاكيد طريقته هتبقى مختلفة عن كتابة الامبلمنتيشن. خلاص زي ما قلت لك احنا بنشرح في اي ميكانيزم، سواء للسورتنج او للسيرشنج او لاي حاجه احنا هندرسها في الداتا ستراكشر، احنا في الاول بنقول الستيبس شكل فيجواليزيشن زي ما قلنا من شويه، بعد كده بنشوف ازاي نحول الفيجواليزيشن ده لالجوريزم، بعد كده بنشوف ازاي ان احنا نطبق الالجوريزم ده كامبلمنتيشن، وبعد كده بنحسب البيج او نوتيشن. خلاص يبقى هنا الالجوريزم بقى، خلاص هنفترض ان انا عندي ليست، الليست دي موجوده في الري، خلاص
الاستراكشر اللي هستخدمه array of n element، خلاص ايا كان بقى عدد الاليمنتس اللي جوه الاري بتاعتي خلاص. وهفترض ان انا عندي فانكشن بتعمل السواب ما بين الارقام، او ان انا اعمل السواب داخل الكود عندي مفيش مشكله، اعمل فانكشن استخدمها جوه البابل سور هي اللي بتعمل عمليه السواب، او استخدم الفانكشن الجاهزه بتاعت السواب بان انا بستدعي حاجه اسمها الجوريزم، بقول له هاشتاج انكلود فوق وبين قوسين بكتب الجوريزم واستدعي الفانكشن بتاعت السواب، او ان انا اعمل عمليه السواب وهنعرف ازاي بالتالي خلاص. طيب انا البابل سورت او العمليه بتاعت البابل سورت، انا عندي اري، الري ده مثلا اسمه ليست خلاص. الليست ده هي مجموعه الارقام خلاص، هي مجموعه الارقام اللي انت هترتبها خلاص. فبتبدا انك انت تعمل فور لوب بيعدي على الاليمنتس دي من اول زيرو لغايه ان ناقص واحد، وبتبدا انك انت تقارن اول اليمنت اللي هو هنفترضه اي بي اي زائد واحد. لو الاي طلع اكبر من اي زائد واحد ففي الحاله دي انت بتعمل سواب، يعني لو اول اليمنت هو الاي وتاني اليمنت هو اي زائد واحد، لو هنفترض اول اليمنت الاندكس بتاعه زيرو فالتاني هو زيرو زائد واحد اللي هو اي زائد واحد، فهبدا ان انا اعمل سواب ما بين الاي وما بين الاي زائد واحد، وبعد كده اعمل اند للفور لوب بتاعتي وابدا ان انا اطبع الليست بتاعتي، وده يبقى الاند اوف بابل سورت. طيب لو انا هكتبها بطريقه البي سي دي كود فهيبقى ليها ميكانيزم مختلف شويه خلاص. قلنا ان مفيش اقواس، مفيش مثلا لو هتعمل فور ما بتفتحش الفور وتقفلها، دي طريقه من طرق البي سي دي كود خلاص. فانا عندي بابل سورت، البابل سورت ده بياخد طبعا الامبلمنتيشن اللي هنعمله في الاول ممكن يعني نعمله فانكشن او نعمله في المين على طول. فانا افترض ان انا عندي فانكشن، الفانكشن دي البارامتر اللي بتاخده او الارجيومنت اللي بتاخدها هي عباره عن array of item خلاص. طيب بعد كده انا هعمل لوبنج، اللوبنج ده هيقف لغايه السايز بتاع الاري، يعني لو السايز بتاع الاري 5 فاللوبنج هيتعمل 5 مرات، لو الاري بتاعي 7 يبقى هيقعد 7 مرات وهكذا خلاص. يبقى انا هعمل فور لوب الاي بتساوي 0 لغايه ايه؟ لغايه السايز بتاعت الاري ناقص 1 خلاص. ليست الكاونت دي يعني السايز بتاع الاري او عدد الاليمنت اللي داخل الاري ناقص ايه؟ 1. وقلنا ليه ناقص 1 خلاص. وهفترض ان انا عندي فاريبل اللي قلنا ان احنا هيبقى عندي فلاج، الفلاج ده بيتغير على حسب، لو انا بعمل سواب يبقى هيبقى بترو، لو ما بعملش سواب يبقى هيبقى فوس. وابدا اعمل فور جي بتساوي 0 لغايه لوب ناقص 1. طب ايه الجي؟ ايه الجي وايه الاي؟ الاي دي هي الايتريشن بتاعت اول ايلمنت، يعني اول ايلمنت بالنسبه لي هيبقى 0 خلاص، 0 هقارنه مع 1، الواحد ده اللي هو الايه؟ اللي هو الجي. اول ايلمنت في المقارنه دايما هيبقى بيرمز له اللي هو الاي خلاص. الجي هو تاني ايلمنت انت بتقارن بيه خلاص. يبقى تاني حاجه يبقى الجي بتساوي 0 لغايه السايز بتاع الاري ناقص 1. وبعد كده ببدا اعمل بقى المقارنه، هل الاري اوف جي او ليست اوف جي اللي هو رقم 0 او اندكس 0 في اول مره اكبر من ليست اوف 1 اللي هي 0 زائد 1؟ لو يبقى ببدا ان انا اعمل سواب زم عن طريق مثلا فانكشن جاهزه بستدعي السواب وببدا اديله ليست اوف جي وليست اوف جي زائد 1، او ان انا اعملها بطريقه التيمب وهنعرفها كمان شويه في الامبلمنتيشن. وببدا طالما عملت سواب يبقى ايه؟ اغير الفلاج بتاعي يبقى السواب بيساوي ايه؟ بيساوي ترو خلاص. إلس غير كده لا، لو انت ما عملتش سواب يبقى خلاص السواب بتاعك بيساوي فولس واطلع لي بره الفور او اعمل بريك خلاص. ده الالجوريزم بتاع البابل سورت. هنشوف دلوقتي ازاي ان انا امبلمنت بقى البابل سورت بشكل مرتب كده وبشكل لوجيك زي ما احنا شرحناه من شويه، ازاي ان انا احول الالجوريزم بتاعي الكود خلاص. يبقى هنا كملخص للموضوع، البابل سورت الجوريزم والموف لارجست فاليو تو اتس كوريكت ريليشن، بيبدا في اول خطوه خالص ان هو يحرك اكبر قيمه لمكانه الصحيح تو رايت خلاص،
وبتبدأ إنك أنت تعمل ريبيت للبابل أب. يعني إيه؟ بتبدأ إنك أنت تعمل البابل أب ده لغاية لما توصل إنك أنت توصل الرقم ده لمكانه الصحيح، تاني خطوة وبعد كده تالت خطوة نفس الكلام وهكذا. أكبر عدد من البروسيسنج أو المقارنات هيحصل هو N ناقص واحد تايمز. طبعا لو مفيش عملية سويبنج بتحصل أثناء البروسيسنج فدي أنت هتخلص البرنامج بتاعك بشكل سريع، وده هيبقى البيست كيس زي ما بنقول. خلاص طيب هنطبق ده ازاي بقى؟ خلينا نشوف كود اللي نفتح الفيديو ستوديو ونبدأ نطبق البرنامج بتاعنا.